كانت الطبيبه الايطاليه ماريا مونتيسوري رائده في النظريات في تعليم الطفوله المبكره والتي لا تزال مطبقه في مدارس مونتيسوري في جميع انحاء العالم من كانت ماريا مونتيسوري تم تكليف ماريا مونتيسوري بمسؤوليه مدرسه كاسادي بامبيني بحلول عام 1925 تم افتتاح اكثر من ألف مدرسه مونتيسوري في الولايات المتحده بحلول عام 1940 تلاشت حركة مونتيسوري ولكن تم إحياؤها في الستينيات خلال الحرب العالمية الثانية طورت مونتيسوري التعليم من أجل السلام في الهند وحصلت على ترشيحين لجائزة نوبل للسلام ولدت مونتيسوري في 31 أغسطس 1870 في بلدة مقاطعة تشيرافا بإيطاليا لأبوين متعلمين جيدا من الطبقة المتوسطة في الوقت الذي نشأت فيه مونتيسوري كانت إيطاليا تحمل قيما محافظة بشأن أدوار المرأة منذ صغرها تخلصت باستمرار من القيود المفروضة على النوع الاجتماعي بعد انتقال العائلة إلى روما عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، حضرت مونتيسوري دروسا في معهد تقني للأولاد، حيث طورت قدرتها على الرياضيات واهتمامها بالعلوم، وخاصة علم الأحياء. في مواجهة مقاومة والدها، لكنها مسلحة بدعم والدتها، تخرجت مونتيسوري بدرجة امتياز عالية من كلية الطب بجامعة روما في عام 1896. وبذلك، أصبحت مونتيسوري أول طبيبة في إيطاليا. كطبيبة، اختارت مونتيسوري اختصاص الطب للأطفال والطب النفسي. أثناء تدريس مدرستها الطبية، عالجت مونتيسوري العديد من الأطفال الفقراء وأطفال الطبقة العاملة الذين حضروا للعيادة من أجل العلاج المجاني. خلال ذلك الوقت، لاحظت أن الذكاء الجوهري كان موجوداً لدى الأطفال من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية. أصبحت مونتيسوري مديرة مدرسة وفيفرينيك للأطفال للمعاقين نمواً في عام 1900. وهناك بدأت في إجراء أبحاث مكثفة حول أغنية الطفولة المبكرة والتعليم. تضمنت قراءتها دراسات الطبيبين الفرنسيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, عشر جان ماركو جاسبار ايتاد وادوار سيغوين، اللذين جربا قدرات الاطفال المعوقين. بدأت مونتيسوري في وضع تصور لطريقتها الخاصة في تطبيق نظرياتها التربوية، والتي اختبرتها من خلال الملاحظة العلمية العملية للطلاب في مدرسة وففرلينك. وجلت مونتيسوري التحسن الناتج في تنمية الطلاب ملحوظا. نشرت نتائج أبحاثها في خطابات في جميع أنحاء أوروبا، مستخدمة أيضاً منصتها للدفاع عن حقوق المرأة والطفل. هذا النجاح الذي حققته مونتيسوري مع الأطفال المعاقين زاد من رغبتها في اختبار طرق التدريس على الأطفال العاديين. في عام 1907 منحتها الحكومة الإيطالية تلك الفرصة. تم تعيين مونتيسوري مسؤولا عن ستون طالبا من الأحياء الفقيرة تتراوح أعمارهم من واحد إلى ست سنوات وقد مكنت المدرسة التي تسمى دي بامبيني أو بيت الأطفال مونتيسوري من إنشاء بيئة التعلم الجاهز التي اعتقدت أنها تساعد علي للشعور بالتعلم والاستشاف الإبداعي تم تشجيع المعلمين على التراجع ومتابعة الطفل أي للسماح لمصالح الأطفال الطبيعية بأخذ من المبادرة بمرور الوقت قامت مونتيسوري بتعديل أساليبها من خلال التجربة والخطأ سعت كتابتها على نشر إيديولوجيتها في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة بحلول عام 1925 تم افتتاح أكثر من ألف مدرسة من مدارسها في أمريكا تدريجيا سقطت مدارس مونتيسوري غير مفضلة بحلول عام 1940 كان الحركة قد تلاشت ولم يبق منها سوى عدد قليل من المدارس بمجرد اندلاع الحرب العالمية الثانية أجبرت مونتيسوري على الفرار إلى الهند حيث طورت برنامجا يسمى التعليم من أجل السلام حصل عملها في البرنامج على ترشيحين لجائزة نوبل للسلام توفيت مونتيسوري في 6 مايو 1952 في نوردفيك آنازيا بهولندا. شهدت الستينيات انتعاشا في مدارس مونتيسوري بقيادة الدكتورة نانسي مكور كرامبوش. اليوم، تستمر أساليب التدريس في مونتيسوري في «اتباع الطفل» في جميع أنحاء العالم.